سكراب ده كوم تاني هو مختلف، بالذات البنات المتجوزة بيحبوا كده احيانا ان هو شكل جسمهم يبقى الشكل ده، بشرتهم تبقى بتضوي او بتلمع. فيديو النهارده هقارن لكم بين انواع سكرابس كتير قوي جربتها الفتره الاخيره. على الانستجرام اللي منكم متابعني هيلاقيني اتكلمت على كذا نوع من انواع البودي سكرابس او السكرابس بتاعه الجسم، وكلهم كانوا حلوين جدا، بس انا عايزه اقارن لكم بينهم علشان في فرق. يعني مثلا في انواع سكراب تنفع مع ناس وانواع تانية ما تنفعش مع ناس. ويلا بينا عشان نبتدي. اول حاجه قبل ما اخش في المقارنه لازم نعرف كويس قوي ان السكراب نوع من انواع التقشير اللي هو التقشير الفيزيائي. الفكره ان هو بيبقى عباره عن جزيئات كده بتحتك بسطح الجلد، فبالتالي بتخلي البشره انعم، بتشوفي نتيجه فوريه او لحظيه بعد ما بتعملي السكراب. الناس اللي بيبقى عندها جلد وزد اللي هو لونه بني ده بيبقى السكراب مفيد في الحالات دي. الناس اللي بيبقى عندها الملمس بتاع البشره مش ناعم برضو السكراب بيبقى مفيد في الحالات دي. انت بقى نبعد عن السكراب وما نعملش سكراب تماما عشان في الوقت ده هيكون مضر. حاجة لو احنا لسه راجعين من مصيف او لسه عاملين تانينج وبشرتنا متحسسة من الشمس، فبالتالي ما ينفعش نعمل سكراب في الوقت ده لانه ساعتها هيكون اريتيتنج للبشرة وبيهاج البشرة. تاني حاجة لو احنا اصلا بشرتنا بتحمر بتفقفق كده اللي هو بتعمل حساسية لما بنيجي نعمل سكراب، لو احنا بشرتنا حساسة للدرجات دي بلاش نعمل سكراب. تالت حاجة في الخمس ايام اللي قبله وبعد الليزر ياريت نبعد عن السكراب علشان ما نخليش السكن او البشرة بتاعتنا حساسة لما نيجي نعمل ليزر. رابع حاجة بلاش نعمل سكراب في المناطق الحساسة، هي مناطق حساسة المفروض ان احنا بنعملها بلطف شديد. المناطق الحساسة والوش انا مش بحب ابدا ان احنا نعمل سكراب في المناطق دي. نخش بقى على الجزء اللي انتوا بتحبوه اللي هو المقارنة. هبدأ لكم باشهر سكراب واول سكراب جربته اللي هو السكراب بتاع سوب اند جلوري، وده بيبقى شكله بصوا هو العلبة يعني مبهدلة شوية، واغلب كمان العلبة اللي هكلمكم عليها برضو مبهدلة شوية. بصوا ده كده شكله من جوه. لو جينا نتكلم على القوام فالقوام بتاعه تحفة. بصوا كده ده القوام بتاع السكراب. الحبيبات بتاعت سوب اند جلوري دي ناعمة جدا. الناس اللي هتنبسط من السكراب ده هي الناس اللي بشرتها حساسة، مش بتحب تستخدم انواع السكرابس اللي تبقى هارش او شديدة قوي او تشوف منها نتيجة قوية قوي في التقشير. ده سكراب كده جنتل كده ولطيفة على الجلد. السكراب ده علشان نشوف منه نتيجة اعمليه على بشرتك وهي ناشفة مش وهي مبلولة. يعني قبل ما تاخدي الشاور كده اصلا اعملي بيه السكراب في حركات دائرية كده على الجسم، بعد كده اشطفيه وخدي الشاور العادي بتاعك. احلى حاجة فيه بتعجبني هي ريحته، وهو قوامه بسيط او جنتل كده، فانا لو بشرتي لقيها حساسه في وقت من الاوقات بروح مستخدمه ده. تاني واحد هكلمكم عليه وهو البديل الارخص للسكراب بتاع سوب اند جلوري، بجد ريحته تحفه جدا جدا، اللي هو السكراب ده بتاع كافيه ميمي. مش عارفه شايفينه ولا لا جماعه. السكراب ده مكتوب عليه ان هو جام سكراب، يعني سكراب مربى. حبيباته نفس بالظبط كده القوام بتاع الحبيبات بتاع سوب اند جلوري، لطيف قوي قوي على البشره. عايزه اقول لكم ان هو بجد ريحته تحفه، ريحته بالظبط شبه قوي الريحه بتاعه سوب اند جلوري. بصوا اصلا هو بيعمل ازاي، بصوا كده القوام بتاعه. السكراب ده لطيف جدا جدا على الجلد. اي حد بشرته حساسه مش بيحب السكرابس الجامده قوي يجرب السكراب ده وبجد هيتبسط جدا، عشان هو مليان مواد مرطبه، مش هتحسي بالحبيبات قد ما انت حاسه ان هو بيرطب الجلد اكتر ما بيقشر. اما بقى الناس اللي عايزه حاجات قويه لا يستنوا معايا شويه كده يا جماعه، بجد اللي مجربش ده يجربه تحفه. للناس اللي بتبقى عايزه سكراب كده يبقى عامل زي الماسك صابون المغربي، بمعنى اصح الصابون المغربي لما بتيجوا تستخدموه بتحطوه كده على بشرتكوا وبتسيبوه شويه وبعد كده بتفركوه بالليفه المغربيه. فانا بقى جايبه لكم النهارده سكراب مختلف وجديد، هو عباره عن سوب سكراب من ناتشر ديلايتس. السكراب ده برده روسي زي كافيه ميمي كده بالظبط. ايه بقى الفكره في السكراب ده او ايه المختلف اللي فيه؟ اولا ريحته منعشه، مش ريحه بقى فاكهه او حاجات كده، لا ريحته منعشه شويه، عارفين نسيم البحر او الحاجات دي، هو ريحته كده. ده القوام بتاعه كريمي جدا جدا، برضو هيبقى مناسب للبشرات الحساسة اللي هي بتتعب من السكراب او بتضايقها يعني وكده. بتحطي منه كده على الجلد بتوزعيه، بتعملي بقى حركات دائرية الاول وبعدين بقى بتسيبيه زي الماسك كده على بشرتك. بعد 10 دقايق كده اشطفيه، اتفرجي بقى لما تيجي تشطفيه هتلاقي بشرتك ناعمة جدا وبتزيق من نظافة. نيجي بقى لواحد من اقوى السكرابس اللي انا جربتها وكان نتيجتها قوية قوي بجد يا جماعة، فظيع. انت لما بتيجي تستخدميه بتلاحظي بعدها ان بشرتك نعمت قوي وكل الشعر اللي تحت الجلد بقى طلع، البشرة بتبقى ناعمة جدا. لما رشحته البنات وجربته عجبها جدا اللي هو السكراب ده بتاع فيتو كوزماتكس. بصوا هو العلبة شكلها مبهدل يعني لان انا مخلصتها بجد من كتر ما هو كان حلو قوي وعجبني، وده بريحة التوت، ريحته خطيرة اصلا اول ما بتفتحوه كده يا نهار ابيض على ريحة التوت، خطيرة بجد حلوة قوي. هو قبل ما خلصته كان جزئين، جزء جل
وجزء زي باتر كده او قوامه تقيل قوي قوي. كل السكرابس اللي انا هكلمكم عليها النهارده لحد دلوقتي اعملوها على بشره ناشفه مش بشره مبلوله او منديه، مش هتحسي بالسكراب لو عملتيها على بشره مبلوله، لكن ده كنت بستخدمه على بشره ناشفه واقعد اعمل كده حركات دائريه واسيبه شويه على بشرتي وبعدين اشطفه. بجد خطير في ان هو بينعم الجسم جدا، خلي ريحته حلوه، كل الشعر تحت الجلد بيطلع، فببقى سهل بقى ان انا اتخلص منه. نيجي بقى لو انتوا بتحبوا الفواكه، بتحبوا الشوجر سكرابس او السكرابس بتاعه السكر للجسم عشان هي بتبقى قويه شويه، النهارده هرشح لكم سكراب شوجر سكراب وهو مش هارش لان حبيبات السكر اللي فيه مش كبيره في الحجم فهتعور الجلد بقى وكده، حبيبات السكر اللي فيه صغيره في الحجم. ولو برضو لو انت بشرتك حساسه قوي خليكي في اول تو سكرابس مش الشوجر سكراب ده، ده بقى فظيع، ده اللي انا بستخدمه الفتره دي. بصوا عشان هو روسي واسمه صعب فانا هسميه كده فروت ديزرت سكراب، يعني ده ريحته كوكتيل فيه مانجا واناناس وهو كوكتيل فواكه بس ريحته بجد خطيره خطيره يا جماعه. الحاجات دي ريحتها اصلا ريلاكسنج جدا جدا. ده الشكل بتاعه من جوه او القوام بتاعه. حبيبات السكر بتاعته مش خشنه، بصوا اهي برضو علشان تشوفوا منه نتيجه كويسه خليه على بشره ناشفه. ناس مثلا بتحب تعمل حاجه اللي هي تاخد الشاور وتنشف جسمها بالفوطه وبعد كده تبتدي تعمل السكراب، بحب اعمله على بشره نظيفه بس اهم حاجه ان هي ما تكونش فيها ميه لان الميه هتدوب السكر فمش هتحسي بفرق. اكتر حاجه بحبها في السكراب ده ان هو بيديني تجربه شاور ممتعه كده، بتبقى ريلاكسنج قوي وفي اخر اليوم انا بحب اخد شاور فعلشان كده ريلاكس وبعد يوم متعب وكده علشان اتبسط، لان موضوع الروايح ده بيفرق في المود جدا جدا. كل البودي سكرابس اللي انا وريتها لكم دي كانت كوم، والسكراب ده كوم تاني هو مختلف، فانت لو عايزه تجيبي مثلا نوعين سكراب هاتي حاجه وهاتي ده. بالذات البنات المتجوزه بيحبوا كده احيانا ان هو شكل جسمهم يبقى الشكل ده اللي هو بشرتهم تبقى بتضوي او بتلمع، لو في ضوء خافت او ضوء حتى مش خافت هينعكس على الجسم ويدي كده برايتنينج، فعلا هتكوني بتلمعي يعني. اهو اللي هو بتاع كافي ميمي ده شوجر سكراب ولكن هو شيمري شوجر سكراب، يعني ايه؟ يعني هو فيه حبيبات شيمر فلما بتيجي تستخدميه على بشرتك بتخلي بشرتك بتضوي او تلمع. انا مش هتكلم عنه بس كده شفويا، انا هوريه لكم عمليا. بصوا اولا هو ريحته قهوه على شوكولاته، ريحته كده موكا شوجر سكراب، هوريه لكم بقى على ايديا. بصوا ايديا بتلمع ازاي، ده الجزء اللي انا عملته بالسكراب. انا كنت بحاول ان اجيب حاطين هايلايتر كده في ايديا لما عملتها، طبعا انتوا بتبقوا عاملين سكراب كف ايديا من فوق هو اللي انا عملته وايديا من تحت ما عملتهاش، شايفين الفرق؟ كف ايدي بيضوي ويلمع بجد شكله حلو قوي، لكن ايدي من تحت ما عملتهاش، صوابعي برضو ما عملتهاش فمش هتلاقوها بتلمع زي كف ايديا. بس بقى الشوجر سكراب ده هو اكتر حبيبات شوجر كبيره شويه. الشوجر سكراب ده بقى لما تيجوا تستخدموه استخدموه على بشره منديه يعني فيها ميه بسيط قوي مش بشره مبلوله عشان يديكوا بالظبط النتيجه اللي انتوا عايزينها. وبس كده دي كانت نهايه الفيديو، حاولت ان انا كل سكراب كده اوصفه لكم على قد ما اقدر. كل انواع البادي سكرابس اللي انا كلمتكم عليها في الفيديو ده هتلاقوها عند سالي، هسيب لكم لينك الجروب بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. باي باي.